ابتكر طلاب وطالبات كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ عددا من المشروعات الذكية في عدة مجالات، ومن بين هذه المشروعات مشروع الصيدلية الذكية ومشروع نظام الزراعة الذكية ومشروع المصعد الذكي. كما صمم طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ نظارة نور الذكية، والتي تم تصميمها للمكفوفين باللغة العربية لمساعدتهم على العيش بحياة أفضل. وكذلك نفذوا مشروع صوت الصامتين، والذي يعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليساعد في التواصل مع الصم، حيث يقوم المشروع بترجمة لغة الإشارة إلى نص.